انتم بخير. بادئ زي بدء، انا بعتذر للاستاذ عبد الغني، كان المفترض ان يكون لي مداخله مع الاستاذ عبد الغني من المانيا، ولكن الظروف كلها ضغطت عليا مع الاسف الشديد مره واحده، علاوه على حلقه اليوم اللي بيصر صاحبها في رسائله دائما معي على انه المهدي، ايضا يقوم بالاتصال بي على انه المهدي. امر ممكن الناس تاخده بسخريه، امر ممكن الناس تاخده على محمل الاستهزاء، ولكن القضيه ليست في هذا الامر، القضيه اعمق مما يتخيل البعض. ان كان البعض يظن يعني اني انا بصدد، استاذ مجدي اهلا وسهلا، انني بصدد الاستهزاء بشخص في قناتي او السخريه منه، لا، اي نعم الوضع ممكن يكون في جزء من الضحك شويه، لكن في موضوع عميق جدا حضراتكم هتكتشفوه، هو هيكون معايا في مداخلة، ببص للموضوع من زاوية عميقة جدا جدا، هتكتشفوا الكلام ده من أثناء الحلقة. الإشكالية الكبيرة اللي عندنا هي إيه؟ يا أهلا وسهلا بجموع المتابعين وبكل المحبين، يعني ده اللي خلاني النهارده بعتذر للاستاذ عبد الغني، كان يراسلني من المانيا عشان نقول تقارير هامه جدا، ولكن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده، استاذ عبد الله محمد شريف اهلا وسهلا، واهلا وسهلا بكل الحضور والمتابعين. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده موضوع مش هين، ده موضوع هيبقى في بيتك وفي بيتي، هيبقى مع اصحابك ومع اصحابي، وهيبقى مع كل الناس اللي احنا نعرفهم. أحباب سيدنا المهدي عليه السلام أهلا وسهلا بحضرتك، يا ريت تتواصل. حاضر يا فندم. الموضوع لأنه مش حاجة صغيرة نضحك عليها، الموضوع أن أنا بيتواصل معايا كل يوم مهدي، وكل يوم شخص يدعي أن هو الإمام المهدي، بكتشف شيء هقوله لحضراتكم هو اللي عامل المشكلة الكبيرة دي، هو اللي عامل المشكلة الكبيرة دي. أدى هذا الأمر، يعني كان ابن خلدون، أسعد الله أوقاتكم ومحبين، كان ابن خلدون من ضمن أسباب رفضه لقصة شخصية سيدنا الإمام المهدي، كان يقول إنه كلما ظهر رجل يقول أنا المهدي كان أهل الإسلام بيرفضوا. من أجل هذا أنا بستقبله علشان يكون لي حوار معاه. أرجو كل من على البث القيام بالضغط على زر اللايك، لأني هتكتشفوا أنتم المشكلة فين. الموضوع لازم يكون فيه عمق، القصة مش قصة أن أنا أناظره، القصة منهية بالنسبة لي، لكن القصة علشان تحط إيديكم على شيء. هو الآن يتصل بي، يا اهلا وسهلا بحضرتك اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الحبيب، اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك في عمرك اخي الفاضل صاحب الخلق العالي. الله يبارك لك يا فندم، والله ده من اخلاق حضرتك وذوقك، يعني ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب مبدئيا قبل القيام بهذه الحلقه، رجاء الضغط على زر اللايك، رجاء كل المتابعين، وابدا حضرتك بتعريف نفسك يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طب رجاء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إله إلا الله، بقدر قدرة الله، آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله، من أنفسنا يا الله. رجاء اضغطوا على زر اللايك رجاء ليستمر البث. الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى يا مولانا، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. تحياتي لحضرتك أولا، تحياتي بدأت في القرآن وقراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنكون في حضرة الله سبحانه وتعالى وآل بيته الكريم، لئلا يشكك أحد بأن هذا ملبوس. قريت بعض التعليقات كده المضحكة شوية، أو ده راجل يعني عايز الشهرة. طب أخي الكريم، ممكن نخفض يعني جهارة الصوت بجوارك؟ يعني يبدو أن هناك لا ده أنا هقفله خالص. رجاء يعني. طالع التعليقات كيفما شئت أخي الكريم، أرجو أن تعرف نفسك كما تحب أن تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. خدمكم في الله محمود صابر إبراهيم عبد الكريم خواندة. خواندة؟ خواندة. كان السيد كانت حضرتك سألتنا عن نائب العيلة وما جانيش أمر أن أقول لحضرتك، أنا آسف جدا، ولكن جالي الأمر الآن. وخواندة هي العائلة المعروفة التي كانت من الأشراف في حربها ضد أول بذور الوهابية في منطقة الحجاز في أيام الدولة العثمانية، وكانوا هم عصب الجيش الذي كان يترأسه ابن محمد علي باشا الخديوي إسماعيل في حربه ضد الوهابية، وانتصر عليهم مرتين بفضل قبيلتي وأجدادي. فهؤلاء هم أجدادي من ناحية أبي، عائلة خواندة. أقول اسمه مرة تانية، محمود صابر إبراهيم عبد الكريم خواندة. أما من ناحية الأم فإننا أبناء سيدي أبو القاسم في منطقة المنايل كفر شكر. طيب. منطقة القليوبية. أخي الكريم، أول شيء طبعا حضرتك يعني لو حابب تقول بتشتغل ايه تفضل. يعني هقول كل حاجة يا فندم، يعني بس ناخد أفق كده ونعتبرها الليلة دي يعني زي ألف ليلة وليلة كده. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ده من ناحية النسب، من ناحية الأب ومن ناحية الأم، فنحن منسبون للحسن والحسين من ناحية الأب والأم، وده شيء مشهور. من الذي أعطاك هذا النسب يا أخي الكريم؟ السؤال ده سهل جدا الإجابة عليه، ودلوقتي في تحليل الدي إن دي. لا مش سهل، مش سهل، مش سهل كما تتخيل. النسب ده مشهور عندنا يا فندم، النسب ده أنا أصلا. دعك من الشهرة يا أخي الكريم، معلش. طيب أنا يعني دعك من الشهرة لسبب، لأن هناك اختلاط في الأنساب منذ دخول الدولة الفاطمية إلى مصر من عام 969 وحتى 1171، تم وضع أنساب من قبل حتى أهل التصوف، خلينا نبقى صرحة. وفرت عليا كده كتير. طيب أيوة، وفرت على حضرتك كتير، وأنا طيب برضو معلومة لحضرتك، أنا قارئ أنساب ودارس في الأنساب. فضل. طيب هي ده نسب العائلة اللي موجود في شهادة الميلاد، لكن عرفت نسب إزاي؟ لأن أيوة. كان ممنوع إن إحنا أصلاً، وكان الاب والام بيمنعوا ان احنا نتكلم عن الناس. رجاء اضغطوا على زر اللايك رجاء ليستمر. عرفت بعد ما وصلت ل 30 سنه ان احنا اصلا مضطهدون من قبيله، عرفت كده قصه مش هينفع عندنا ايه. المهم عرفت سيدتنا السيده نفيسه كان بدايه معرفه انني من اولادها، ودي قصه وفيها ناس ما ينفعش اقول اسمائهم. اعرفكم بنفسي، المستشار محمود صابر ابراهيم عبد الكريم، مراقب دولي ومحكم دولي وخبير علاقات دبلوماسية وقنصلية أكاديمية القادة العرب، وكذلك بروفيسور تنمية بشرية أكاديمية ويلز البريطانية والأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، واستشاري علاقات أسرية، وكذلك معلم ومدرب تنمية بشرية، وأقوم بإلقاء المحاضرات من قديم، وكذلك خليفة أحمدي الأحمدية المرزقة، ولي عم في الطريق منذ نشأت منذ نعومة أظافري تحت أقدام الشيخ الجليل محمود فايد مؤسس الجمعية الشرعية، ومن بعده الشيخ إبراهيم الديب عليهم جميعا رحمة الله، وكذلك المنطقة التي ولدت بها سنة 1973، فأنا مواليد 1/1 سنة 1973 بمنطقة الساحل شبرا
مصر، المنطقة التي ولدت بها كانت تدعى وتسمى قبل أن أولد بها منطقة ميدان فيكتوريا، وبعد ميلادي بهذه المنطقة سميت الآن بميدان نصر الإسلام، طب وهذا هو رجاء الضغط المسجد على زر اللايك رجاء الذي ليستمر هذا البث. تربيت فيه وتعلمت فيه القرآن وحفظت القرآن على أحد أجناد الجيش المصري، وأوجه له التحية ولا أستطيع أن أذكر اسمه الآن لأني لم أستأذن منه في ذلك، وهو ضابط من ضباط الصاعقة المصرية، وهو الذي علمني قراءة القرآن وأنا صغير بمسجد بأحد المساجد عندنا بشبرا، وكان من أولاده من يكونون أصدقاء لي أثناء الدراسة. درست في مدرسة نصر العسكرية، ونبدأ بالميلاد. لا أبدأ يا أخي، مواليد أبدأ يا أخي كريم. يعني أولا أنت تقول عن نفسك حرفيا أنك المهدي، كتبت لي بالضبط تعليقات على البث المباشر أنك المهدي، خاطبتني أيضا بالضبط في الهاتف على أنك المهدي، بل وأنك بالضبط قد قلت لي حرفيا كم من الأدعياء يتصلون بك، قلت لك العشرات، قلت أضف العشرة لهم، منهم قلت أضف لهم فرضا، يعني حطني كمان أنا معاهم. مجنون جديد. مجنون جديد. طيب ممكن مجنون بس جديد لاني الحلقه انا بالنسبه لي، يعني انا مش جايب حضرتك عياذا بالله كي استهزئ او اسخر، رغم ان الوضع الطبيعي اني ده امر يعني امر صعب لانك تضع نفسك ايضا تحت طائله القانون يا اخي الكريم. أحسنت. طيب ايه الاسباب اللي خليتك تقول عن نفسك ان انت المهدي؟ على طول خش في الموضوع على طول، تفضل. الله يبارك في حضرتك. أولاً جاء وقتي لأقوم بدوري رجاء الضغط على زر بصوت، اللايك رجاء. زي ما كل إنسان منا الله سبحانه وتعالى خلق لإتمام مهمة معينة ورسالة معينة، فالله سبحانه وتعالى كمخلوق خلقني لإتمام مهمة معينة ورسالة معينة. هناك أشياء لن يستطيع أن يقوم بها إلا المهدي المنتظر الأمين زي اللي هو بيكلم حضرتك دلوقتي، اللي هو حضرتك زي تمام. جمع الأمة، جمع الأمة على إمام. أين إمام المسلمين؟ والسؤال المهم، هل الجهات الأمنية في العالم اللي عرفتني إن أنا المهدي، اللي عرفتني إيه؟ يعني مين اللي عرفني المهدي؟ الله عرفني بمين؟ الجهات الأمنية بطريقة ما، لأن أنا أصلا شغال في السلك الدبلوماسي. في تمام حاجات كده مش هينفع أحكيها في الحلقة، يعني إيه رجاء، يعني لأن أنا مسموح لي بإن أتكلم في أشياء معينة فقط. والله يا أخي الكريم، من عرفنا بشخصية المهدي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضع لنا يعني خطوط عريضة لنعرف من هو المهدي، النسب سؤال وحاجات كتير. احسن نتكلم في الاسم والنسب والكلام ده كله، كله جاي لك في الكلام. انا ما اتفضل. عنديش اي، انا في 42 بيان موجودين على موقع الخلاص وبتكلم فيهم في كل هذا الامر. الجهات الامنيه يا سيدي تدرس الاديان الثلاثه بدقه متناهيه معروف لانها من اساس عملها، فهم يعرفون دقائق الأمور وتحت أيديهم الوثائق الكاملة. فهنا السؤال، هل الجهات الأمنية في العالم لا تعرف المهدي الحقيقي من المدعين أم لا؟ بالتأكيد يعرفون، يعني هم واخد عرفوا بالك، حضرتك ان انت المهدي. هم اللي عرفوني يا فندم لأن ليا دور يا فندم. وهنا هضطر نتكلم على اتنين من الأولياء، هضطر أتكلم زي ما قلت لحضرتك، ولكن في حاجات هنتكلم كده بشكل يعني ايه، بنتكلم بالله الظاهر. ففي اتنين من الاولياء مظلومين، الاولاني السادات عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، السادات الرئيس محمد انور السادات عليه رحمة الله، والثاني الزعيم جمال عبد الناصر. هنبدأ بالسادات. السادات عليه رحمة الله لما خد قرار حرب 73، القرار ده عشان السادات ياخده في الوقت اللي هو اخد فيه هذا رجاء اضغطوا القرار، على زر اللايك رجاء. ده قرار غير مناسب. الراجل دارس فنون قنصليه وفاهم بوليه، ده يعني ده تخصصي. القرار ده وفي الوقت ده قرار لا يتناسب لا عسكريا ولا سياسيا ولا استراتيجيا ولا اي شيء، بدليل ان السادات نفسه في الخطاب الشهير قال لقد قام القوات
المصرية المسلحة بمعجزة عسكرية بجميع المقاييس. قال بنفس اللفظ، بمعجزة عسكرية بجميع المقاييس. هنرجع بالزمن بقى كده شوية ونشوف زيارة محمد أنور السادات، سيادة الرئيس محمد أنور السادات للكعبة 5 أكتوبر. زيارة سيادة الرئيس محمد أنور السادات للكعبة بمكة في 5 أكتوبر ليلا، ودخوله داخل الكعبة من الداخل، واجتماعه بأحد من الأولياء بمعرفة ملك السعودية في هذا الوقت، وكانت زيارة غير معلنة. طب ايه دخل ده حضرتك بكونك ما هو المهدي؟ دخل ده ان اللي كان معاه في الزيارة دي هو المهدي. ازاي يعني لان حضرتك المهدي اللي كنت حضرتك معاه؟ طبعا يا فندم انا جسديا دلوقتي موجود مع حضرتك بعد ما اتولدت، انما روحانيا صوري موجودة وموجود من بدري، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه يا وآله استاذ وسلم. محمود، يا استاذ محمود عايزين كلام يعني يعقل. حضرتك رجل متعلم معلش ورجل احنا يعني قلنا بقى انه واحد مجنون. لا معلش ما يعني خليك مع المجنون لحد باب الايه يعني، خذ الحكمة يعني، معلش خدني على قد عقلي. المهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حسين مني وانا من ايه، من الحسين. حسين. طب حسين مني سهلة، حفيد يعني ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب وانا من حسين تتفهم ازاي؟ يبقى في حاجة اسمها كده عالم الاشباح وعالم الارواح وعالم الحقيقة وعالم المشاهدات وعلوم كده يعرفها اهل البيت ويتوارثها اهل البيت، وحضرتك طبعا من اهل البيت وفاهم طيب الكلام ده. يعني افهم من كده ان حضرتك متنقل عبر الزمن. طبعا يا فندم انا نفسي انا هو انا ابراهيم ايام ابراهيم، ونوح ايام نوح، وادم ايام ادم، ولكن في صورة، في حاجة اسمها كده الافاتار، عاملين كده حاجة اسمها الافاتار كده على الوسائل الحديثة. جابوا الفكرة دي منين؟ يعني حضرتك بتتنقل عبر الزمن يا فندم؟ طبعا يا فندم طب ممكن تقول لي الشهر الجاي ممكن يحصل ايه؟ في علم الله لا اله الا الله، مش حضرتك متنقل يا فندم؟ خمس لا يعلمهن، لا يعلمهن الا الله، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش بعد شهر، ما هو حضرتك وما تدري طيب نفس. مع لا حضرتك يرى متنقل عبر الزمن، عاصرت بالظبط السادات. بالظبط، إن وجلست سألتك معه في سؤالا، صحن الكعبة. طيب إن انا سألتك بقول لحضرتك سؤالا عن السادات شخصيا لا يعرف الإجابة عليه أحد، هل ستجيب؟ اتفضل. يعني لو أنا سألتك عن قرار التطوير، تطوير القتال في 11 أكتوبر، القرار الكارثي اللي هو أخده بتطوير القتال وخسارة أكتر من 250 دبابة، ممكن حضرتك تقول لي أخذ القرار ده ليه؟ حضرتك متأكد إن السادات أخذ هذا القرار؟ مدون في كتب ومدون في مراجع أن هناك قرارا كان للتطوير، وأن القرار عرفت ليه أنا؟ تأخر، وأن القرار عرفت أنا؟ أنا عرفت ليه دلوقتي الإمام الشعراوي طلب مني إن أتكلم عن السادات؟ هذا افتراء. السادات لم يرضى بمثل هذه الأمور أثناء 67، ما أنا هجيب لحضرتك الدليل من السادات نفسه، لأنه موجود دلوقتي معايا. السادات موجود معاك؟ طبعا يا فندم. طب ممكن ما هو لا معلش، قوة ما احنا إلا بنقول، بالله. ما انا قلت ان الجنان بقى عشان الناس اللي عايزه تضحك. فبيقول لحضرتك هذا افتراء بدليل يعني ايه هذا السادات افتراء بنفسه. يا فندم؟ ما بس هو يقول لحضرتك في دليل، في دليل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تمام، صح؟ يعني ايه ما خدش طيب قرار الدليل. وهو اساسا طور الهجوم في مخالفة من يوم 11 ليوم 13، حصل تطوير للهجوم وكان المفترض ان هو يقف عند كيلوات معينة من عبوره، ولكن تخفيفا للضغط الجبهة على سوريا عمل تطوير وكانت الكارثة، وبعدها كانت ثغرة الضفر سوار. هذا غير حقيقي، ولكن في بعض القيادات بالاتفاق مع الماسونية، هو بيقول لا هينفع يتقال، طيب بالاتفاق مع الماسونية وبعض ملوك
العرب الخونة هم من أخذوا هذا القرار، وبدليل أنهم بعد ذلك في معاهدة السلام وقفوا ضده، والنهاردة يطبعون مع من قام السادات رحمه الله بمحاربتهم وتحرير. طب استاذ، طب استاذ محمود، استاذ محمود هو سنة 7. طب اسمع بس رد السادات على السؤال اللي حضرتك قلته. اتفضل. 67 السادات رفض الطريقه التي تم بها تراجع الجيش. طب اذا سمحتوا رجاء الضغط على زر اللايك رجاء ليستمر هذا البث رجاء، وكان ده محل خلاف، لن يبدو ان انا هطلع المستشفى الامراض. الزعيم جمال عبد الناصر، ما احنا دخلنا بقى في الجد يا ايمن باشا. يعني انا بصراحه يا استاذ محمود يعني دعني لا اندم على هذه الحلقه. طيب. مع حضرتك يعني حضرتك بتقول لي السادات جنبك، فانا بساله سؤال للتاريخ. طب اعتبر دي مزحه، يعني اعتبر بهزر مع حضرتك. طيب بس. الحمد لله يا ريت. رحمه الله عليه. طيب. رحمه نقول الله. بقى عقليا كده، هو مش السادات كان في خلاف مع جمال عبد الناصر لما رجاء اضغطوا على زر اللايك رجاء، لما تم تراجع الجيش المصري بطريقه عشوائيه، كان خلافه مع المشير مش مع جمال عبد الناصر. مع المشير، يبقى راجل بالعقليه دي ازاي هياخد قرار زي اللي حضرتك قلته؟ يا فندم الكلام ده مدون في مذكرات الشاذلي. طيب خلاص احط دي على جنب، لاني لو دخلنا في التاريخ انا حافظ مذكرات السويس. حضرتك انا صم. فاكر لك حلقه، انا حاضر فاكر لحضرتك حلقه قلت فيها نصا، ايوه، ان المدونات والوثائق هذه لا يعتد بها اعتداد كامل بسبب. اشمعنا جايبين مواضيع المهدي ومش ذاكرين حاجه مثلا عن عبد الله بن عبد؟ قد لا يعتد احيانا، ولكن عمي كان جنديا. طب بص خلينا برضو نقول حضرتك. طيب. ايه امكانياتك كمهدي؟ يعني حضرتك دلوقتي بقيت المهدي، انا عندي كام واحد على البث؟ عندي 1113، رجاء اعملوا لايك. دول اعتبرهم زباين حضرتك، او اعتبر انا بجيب زباين لحضرتك اهو. حضرتك انت المهدي، ايه اللي ممكن تقدمه للامه؟ ايه احنا دلوقتي قلنا خلاص حضرتك المهدي، تمام. أحسن. مش المفترض ان حضرتك في بيعه بين الركن والمقام؟ مش مفترض ان في اصلاح؟ أحسن. طيب احسن. طيب المهدي لا يعرف نفسه يعني. اتفضل. طيب هنقول بقى الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسم المهدي ايه؟ نبتدي من الاول بقى. احنا قلنا ميلاد المهدي سنه 1973، ده الميلاد الطبيعي. حضرتك معايا يا فندم؟ وايه اللي خلاه طبيعي؟ لان هو دي سنه النصر في العصر. طب ما انا عندي ناس كتيره في مصر ولدت في هذا التاريخ، هل لديك حديث شريف يؤيد هذا الكلام؟ لا، زي ما في ناس كتير اتولدت في عام الفيل، بس ما كانوش كلهم هم سيدنا النبي. تمام بالظبط. فبرضه دي مقدمه زي ما كان ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رؤيا الشيخ عبد الحليم محمود. رجاء اضغطوا على زر اللايك رجاء. النبي والصحابه الكرام، الكلام ده مدون والكلام ده مشهور، حتى جه في المسلسل بتاع الشعراوي. تمام. اللي عمله الممثل القدير حسن يوسف في قصه الامام، امام الدعاء لما قال. وفي قصه استاذ راضي، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتوني، اهلا وسهلا بيك والله. رجاء اضغطوا على زر اللايك يا جماعه رجاء. الصحابه الكرام على الضفه الثانيه من قناه السويس ومن خط برليف، وكذلك هناك شهود عيان راوا الملائكه تحارب في هذه الحرب، والملائكه لا تنزل الا بسبب حدث جلل كما كان في عام الفيل. اذا انت ترى وقفه نظام، انت ترى ان حدث ميلادك ده كان حدث جلل، وهو ده سنه ميلاد المهدي سواء كنت انا او غيري. تمام. سواء انت او غيري سنه الميلاد بالدليل ده. طيب ونقدر نبحث ورا كل كلمه. طيب نمره واحد. جميل. اللي بعد. مكان الميلاد. مكان الميلاد معروف انه يولد عند قطع الحبل السري ليوسف عليه السلام، وهذا في منطقه الساحل. ومدور عندي في البطاقه الشخصيه، وبعت لحضرتك جميع الوثائق والبطاقه الشخصيه وكل حاجه في منطقه الساحل. ده معروف عند مين يا فندم؟ ده معروف عند مين يا فندم؟ ده مدون في الوثائق اللي حكى عنها، سواء سيدنا ابن عربي او في الجفر وغيره. هو ده عنوان الحلقه عشان الناس معتقده ان الحلقه فيها سخافه. الإشكالية مع حضرتك ومع كل من يقول أنا المهدي هي قصة إن الأوراق المكتوبة على لسان سيدي محي الدين لم يقولها. لا يا فندم، ليست قصتي محي الدين ابن العربي نهائيا. خلاص خلينا في الأحاديث النبوية الشريفة. طيب نشوف بقى موضوع الاسم. هل النبي، هل المهدي اسمه محمد
تطابقا مع اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذا رجعنا لسوره الجمعه مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، والذي جاء محمد رسول الله والذين معه. لم يعرف محمد انه نبي صلى الله عليه واله وسلم الا بعد البعثه وبعد ان قام بالرساله ثم نزل وهكذا وشهد له بعد كل ده. طب الفتره دي ما الذي يشهد للنبي بان اسمه رجاء محمد؟ اضغطوا على زر اللايك رجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده رجاء اضغطوا على زر اللايك. بالنسبه للي يسال انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا العاقب وانا الماحي وانا نبي التوبه ونبي الرحمه في 210 اسم وزياده مدونون كانوا فيما سبق قبل تجديد الحرام مدونه بالكعبه، والان هي مدونه حاليا في الوقت الذي اكلمك فيه بالمسجد النبوي الشريف جميع اسماء النبي صلى الله عليه واله وسلم من اول محمد لحد عين النعيم، وهي تواطئ اسماء المهدي المنتظر الامين بنص حديث النبي المشهور الصحيح صلى الله عليه وسلم ان اسمه يواطي اسمي واسم ابيه يواطي اسم ابي. طيب ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جميع اسماء الرسول صلى الله عليه واله وسلم المشهور المعروف المدونة بالمسجد النبوي الشريف تواطي اسم المهدي المنتظر الأمين. أنسب اسم يكون يعرف به المهدي المنتظر الأمين بالمناسبة ما بين أحمد ومحمد، فتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه وسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد. ما قالش للنبي ولا للعبد. والعلماء قالوا هذا على سبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تواضعا، يا سيدي النبي يقولها صراحة، هذه منزلة لا تكون بالقصر والحصر، لا تكون ولا يعتد بالتفسيرات التي تأخذ ظاهر النص إلى غيرها إلا بدليل يأخذنا إلى غير ذلك. أنا دارس الكلام اللي بقوله لحضرتك، دارس الشريعة وفاهم اللي بقوله حضرتك. ما اختلفتش. طيب. بس حضرتك يعني اسم النبي طبعا كمل. اتفضل. فلا يكون الخروج عن ظاهر النص ده يبقى هذه منزلة لعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون هذا العبد. فصلوا الله لي المقام المحمود. يبقى حضرتك وكل مسلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله اولا، يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه واله وسلم رسول الله، مامور من قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اذا سمع النداء رجاء اضغطوا على زر اللايك رجاء ليستمر البث كي لا يتقطع. حي على الصلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويقول ويسال الله سبحانه وتعالى الفضيله والمقام المحمود. يعني اسم محمود النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لك كده تعريضا، حضرتك بتقوله اللي هو اسم المهدي، حضرتك بتقوله بعد كل أذان وحضرتي وكل من هو مسلم. تمام. ومناسبة اسم محمود أنه صلى الله عليه وآله وسلم محمد في الأرض ومحمود في السماء. تمام. ليه محمد وليه محمود؟ يبقى الترابط ما بين محمد ومحمود زي الترابط ما بين أحمد ومحمد، وسيعرف المهدي بأفعاله. طيب أفعال حضرتك يا فندم بالظبط ناوي حضرتك على إيه؟ إحنا دلوقتي داخلين على 1200 واحد، دعنا نقول إن إحنا 1200 واحد مأيدين يا فندم. أنا حضرتك يا فندم اتفضل دلوقتي أسأل حضرتك سؤال وجيه اتفضل. وأي حد من أمة الإسلام أو أي حد من عرف وتأكد أنه المهدي ماذا سيفعل؟ بعد ما اعمل كوبايه شاي او كوبايه قهوه هبتدي افكر اقول هعمل ايه للانسانيه كلها. لا، هيبتدي يتبع امر الله لانه هو ليه دور. طب هو حضرتك مش في بيعه بين الركن والمقام يا اخي الكريم؟ بالظبط. يعني انا شخصيا ممكن اقول لك ان انا المهدي. انا شخصيا اهو لاي انسان ان يقول ما شاء ولكن بالزبط. الشمس ليست بكلامي ولا بكلامك تسطع. هل سنراك الحج القادم بين الركن والمقام يا اخي الكريم؟ هل اتى اليك هذا الامر؟ احسنت السؤال. طيب رجاء اضغطوا على زر اللايك ليستمر هذا البث. استمع للاجابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل.
احنا قرانا الفاتحه وقرانا ايه الكرسي عشان اي حد بيخش يقول اي حاجه ان احنا ناس داخله تهزر. اولا احنا مش ناس صغيره، احنا ناس الحمد لله فاهمين وعلى قد المسؤوليه وعارفين احنا بنقول ايه بالظبط. والامه في امس الحاجه لهذه الحلقه، هذه الحلقه مدونه في التاريخ، وسيعلم الذين ايه وسيعلم الناس. المهم في بيعتين، في بيعه الفراده الافراد اللي زي حضرتي وزي حضرتك تمام. انا ما بيعت لهمش اي حيثيات، يبقى حضرتك المهدي ارسله الله لخلاص الناس من حلو النفس حلو بخمسه اشياء: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وان محمود صابر ابراهيم عبد الكريم ابو عبد الله خليفه الله المهدي المنتظر الامين. بعد البحث والتدقيق والتاكد من ايه؟ من ان هذا الشخص هو المهدي. اولا نسبك يا اخي الكريم تاريخيا مشكوك فيه، لا بأس، وانا استطيع ان انا اتكلم مع حضرتك، ولكن لا اريد ان استفيض لان عندنا اشكالية في النسب في مصر. لو اننا قد تحدثنا في النسب لصارت هناك اشكاليات كثيرة. اهل التصوف مع دخول الدولة الفاطمية افسدوا معظم الانساب، فاصبح هناك من يخرج ويقول انا من آل البيت. كانت هناك اشكالية مع الدولة العباسية، واشكالية ايضا مع الدولة الأموية، فكان الفاطميين في هذا التاريخ وغيره. كانت انا برضو دي معلومة، انا بحبك في الله على فكرة، مش كرهك ومش عايز ان انا بارك الله فيك. الله يخليك، انت اخويا، وجايز ابني انا في يوم من الايام يقع في نفس المشكلة. احنا الحلقة دي يا جماعة عنوانها مش الاستهزاء بالناس ابدا، ليك كل التقدير والاحترام يا اخي الكريم، بس احنا بنتكلم في دين. لكن المشكلة التاريخية اللي عملت الازمة الكبيرة في مصر، ودي يمكن اول مرة اقولها، وليغضب من يغضب، والكلام ده صعب جدا وانا رجل اعيش في الصعيد. الاشكاليه مع الدوله الفاطميه مع الاسف الشديد انها قد افسدت يا اخي الكريم الانساب في المغرب، وافسدت الانساب في مصر. فعندنا في مصر 30 او 40 مليون من يقول انا من آل البيت. تمام. في عندنا شخصيتين في المشجرات او ثلاث شخصيات في المشجرات، هم دول اللي عاملين المشكلة الكبيرة، ولن أذكرهم أبدا كي لا أدخل في مشاكل أو في نزاعات مع أي ناس من قبيلة، لأني ساعتها قد يهدر كما يقولون، يعني قد تهدر حياتي. كل شخص عارف. فيا أخي الكريم طيب خلينا، لأن دي نقطة لها مرجع كبير. قلت لحضرتك حاجة تخلينا يعني نخرج من النقطة دي بمنتهى البساطة، قلت لحضرتك إن السيدة نفيسة أخبرتني في وقت ما وبشهود، وده موضوع نبقى إيه. هل أنا حضرت معك هذه الرؤية يا أخي الكريم؟ حضرها؟ لم يحضرها أحد. أنا أستطيع أن أقول لك أنني يوميا أعيش في معية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لكن طيب خلينا اقول البرنامج بتاع حضرتك ايه يا فندم. حضرتك دلوقتي مش المفترض ان يكون في ذهاب بين الركن والمقام ونراك هناك؟ المفترض اولا ان انجو بنفسي. تنجو من نفسك من ايه؟ انت راجل عابر عبر الزمن يا اخي الكريم. لا مش انا لوحدي، يعني نجاة الناس. طب رجاء الضغط على زر اللايك، رجاء 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 لو سمحتوا كي لا ينقطع البث. تفضل يا حتى ينجو الخلق جميعا من عذاب الله سبحانه وتعالى عليهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمود صابر إبراهيم عبد الكريم أبو عبد الله خليفة الله المهدي المنتظر الأمين. وهذه شهادة لجميع الأنبياء السابقين وشهادة للمهدي المنتظر الأمين. حضرتك في أي مرحلة حاليا من المهدوية؟ يعني تم إصلاحك في 1/1/22 مع البيان الاول، 1/1/22، وده ليه قصه اذا حضرتك حابب تعرفها، لان انا ما كنتش خارج اقول بيان حتى تجدني ان في هذا البيان لابس اللبس اللي الناس بتلبسه في البيت، يعني مش خارج لا للشهره، كنت بقول الورد بتاع اللي هو لسه انا هقوله دلوقتي في الخمس اشياء اللي فيهم الخلاص. ازاي 1/1/22؟ دي مش فاهمها حضرتك. الإصلاح كان ليلة الأول من يناير سنة 22/20، القراءة العربية بتبقى من اليمين للشمال. يعني سنة 2022. سنة 2022 يعني 1/1 تم إصلاحها. 1/1 أول هذه السنة اللي هي 2022 تقرأ بالعربي 22/20. طيب. ماشي، يعني أول يناير تم إصلاح حضرتك يا فندم. اللي هو يوم الميلاد. جميل. عندك ناس يعني أنا آسف السؤال صدقت حضرتك يعني؟ كتير. نحن في زمن يصدق فيه الكاذب، فما بالك بس بالصادق. واسهل حاجه دلوقتي انك تخترع دين والناس تجري وراك. تمام. يعني
بس احنا في زمن الناس بتتحول فيه لكلاب ولا عبره ايه معذره. المهم طيب دي وقت الاصلاح، وفي هذا العام سني 49 عام، ولا ينبغي ان اخرج من الاربعين قبل ان اخبر عن نفسي لسببين. يعني سبب اخباري عن نفسي هم حاجتين اتنين. اولا الناس اللي بتبشر بالمهدي لابد ان تعرف ان المهدي موجود وانه ليس جبانا. الحاجة التانية وقته قد اتى للعمل، وقته قد اتى للعمل، فعملوا في حاجتين اتنين. طب من ساعة ما حضرتك تم اصلاحك، من ساعة ما سيادتك تم اصلاحك ايه اللي انت عملته؟ طيب بالنسبة للشغل اللي على الارض، ايوه في حاجات كتير ودي هبقى احكي، يعني دي عايزة حلقة لان انا بقالي 40 سنة شغال يا فندم مش لسه. وقلنا ان رجاء الضغط على زر اللايك حضرتك على حاجة. كيف خلصنا الله من تنظيم زي تنظيم الارهاب اللي كان محير العالم كله؟ هو المهدي ده، ما احنا عايز اقول لحضرتك الجهات الامنيه مش عارفه، يعني هل السادات او جمال عبد الناصر ما عندهمش معلومات عن المهدي وعارفين هيتولد ولا مش هيتولد ولا ايه حكايته؟ يعني الناس البسيطه اللي زي حالاتنا انا ما سالتهمش معلومات وبتبحث، والناس اللي هي بقوا ملوك ورؤساء ما بيبحثوش وما بيدوروش، ما عندهمش معلومات عن شخصيه زي دي هتبقى في مصر. على فكره مصر قد الدنيا بجد، تمام، واي حد بيحكم مصر الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعينه، واصلا اي حد بيحكم او بيبقى ملك ده باختيار من الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، واختيار مصر لتكون هي ميلاد المهدي ده اختيار الهي. والناس اللي لهم حيثيات واجهزه الدوله والاجهزه السياديه في الدوله فاهمه يعني ايه يبقى المهدي في بلدها، وعارفه قد ايه المسؤوليه دي مسؤوليه. طيب كم واحد صدق حضرتك يا فندم؟ معلش في السؤال، يعني يا فندم الحق له نور. ايوه له نور، يعني كم واحد صدق هذا النور؟ يعني لك صفحه ولك اتباع؟ يعني ده كتير، يعني ملايين. قد ايه يعني؟ ملايين ملايين، بيزيدوا كل يوم وبيزيدوا كل يوم، ملايين وبيزيدوا كل يوم. على فكره حضرتك عندي موقع، ما انا عارف خلاص زي الفيسبوك زي يعني، وحاجات تانية كتير. يعني ببساطه الموضوع بسيط. بسيط في ايه؟ بسيط في ايه؟ بسيط في ايه يعني القصه؟ المهدي موجود، احنا دلوقتي كلنا متفقين ان المهدي موجود، مع اختلاف جميع التوجهات، وانه هو ليه دور في الاحداث اللي بتحصل. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه فين بقى؟ ما هي قصه قصه ان المهدي موجود. هنقعد بقيه حياتنا نقعد نقول ده المهدي موجود والتاجر بالحدوته دي. طب ايه الميزه اللي في حضرتك تخلي الناس تتبعك؟ يعني ايه الميزه بقى؟ انا عايز اقول، طب انا طب ممكن اجاوب على السؤال ده؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله. حاجتين، نجاه الافراد تكون بخمسه اشياء، الشهاده كما اسلفنا أن لا إله إلا الله وأن أبا عبد الله محمود صلى إبراهيم عبد الكريم خليفة الله المهدي المنتظر الأمين، المحافظة على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة الفجر حتى يكون في حفاظة الله سبحانه وتعالى، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وفي حديث بألفاظ أخرى من صلى الفجر في جماعة فينوي صلاة الجماعة، والمحافظة على جميع الصلوات، قراءة جزء يوميا من القرآن لأن ده المنهج الإلهي، قراءة كتاب الفرقان ذكر ودعاء. أنا بعت لحضرتك الرابط، الرابط ده موجود عندي في الصفحة، وعلى فكرة السؤال موجود عندي في الصفحة الرسمية، هل الجهات الأمنية في العالم تعرف المهدي أم لا؟ قراءة كتاب الفرقان ذكر ودعاء قبل وبعد قراءة جزء القرآن، لأن كتاب الفرقان ذكر ودعاء مجموع في معالم الطريق الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، امتداد للأولياء الصالحين ومن قبلهم الأنبياء. الحاجة الخامسة قراءة كتاب الفرقان ذكر ودعاء لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى قبل وبعد النوم، الساعة 10 صباحا، الساعة 5 مساء، والساعة 10 مساء، مرة واحدة من الفاتحة إلى الفاتحة. هذا يعطي طاقة للفرد اللي هيعمل الكلام ده، لأن في أصحاب وفي شغل من الماسونية، في شغل. طيب برضو حضرتك الحكاية إمتى حضرتك هتروح؟ أكمل نجاة الأمة، البيعة ما بين الركن والمقام. حضرتك في هاشتاج مفعل من فترة اسمه حي على القدس. هذا الهاشتاج مفعل وفيه قناة حي على القدس وصفحة حي على القدس للمستشار محمود صبر إبراهيم بيكلم حضرتك اللي هو خليفة الله المهدي المنتظر الأمين. الطريق إلى القدس يكون بماذا؟ لتحريرها يكون أولا باجتماع الأمة عرب ومسلمين ومحبي الخير، كل أهل الخير،
كل ده حول كلام مرسل الإمام يا أخي الكريم. يا فندم ثانية واحدة، حول الإمام الذي سيكون قائد هذه المكتبة. طب الناس هتروح للإمام ده يا فندم، مفيش حل تاني، الناس لازم هتيجي. دي حكاية يعني، إذا كان النهاردة إحنا بنتكلم فبكرة مش هيبقى بمزاجنا. أنت لازم هتدور على الإمام، وهو الإمام اتعرف ويعلن عن نفسه، وستجد العطاءات من الله سبحانه وتعالى. يعني انت الناس طيب بايعتك مين قبل ما البيعة؟ تروح بين الركن يا والمقام؟ فندم يا فندم، البيعة العامة تكون من خلال الجهات الرسمية للدولة، لأن الدين يعتمد على 4 قواعد أساسية و4 قواعد منبثقة منها. طيب الدين بص، الأرضي. يعني عشان كي لا نطيل بعد طيب. إذن حضرتك، بس كي لا نطيل بس في هذا البث، أنا لدي سؤال: متى الذهاب بين الركن والمقام؟ اتفضل. هذا عندما تقوم الجهات السيادية المعنية بأمر المهد اللي عارفين أكتر من الأفراد، وأنا عشان كده طلعت مع حضرتك في هذا البث، عايز أقول للأفراد أونوا على أنفسكم، أمر المهدي أمر بسيط، الجهات السيادية عارفة من هو المهدي، وعارفة إزاي بتتعامل معاه، وعارفة إزاي هتوديه للبيعة، وعارفة إزاي هتبيعه، لأن ده مش شخصية، مجرد شخصية هزلية نقعد نضحك عليها والكلام المهدي شخصية. يعني حضرتك المهدي زي. منتظر الحكومة تقول لك يا هتروح فندم إمتى؟ أنا لا أنتظر، إحنا شغالين. حضرتك الإنجازات اللي بتتم واللي بتتشاف دلوقتي في مصر ببركة مين حضرتك غير بركة وجود المهدي في مصر؟ حضرتك كل الحاجات اللي بتكتشف على غير المعتاد، يعني كله لا ده احنا هنجوع، ده اثيوبيا مش عارف عملت مش عارف ايه، ويحصل العكس بأمارة ايه؟ بأمارة ان الله سبحانه وتعالى حافظ بمين؟ بأولياء الله الصالحين وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم المهدي المنتظر. مين اللي بيكلم حضرتك دلوقتي؟ طيب يا قلت فندم، لحضرتك طيب يا فندم انا بشكر. كلمة بس طيب أخيرة كلمة أخيرة اتفضل يا أخي. حضرتك يا فندم، بالنسبة للنسب الموضوع ده كنت حضرتك في حلقة بالأمس قلت إن آخر حاجة ممكن حد يدعيها إنه ينسب نفسه، لأن دلوقتي كشف الموضوع ده في منتهى. تمام، وجزاك الله خيرا. أنا أشكرك عايز يا أخي أشكر الكريم، حضرتك، ربنا عايز يبارك أشكر لي فيك، أشكرك حضرتك يا لذوقك، باشا. أشكرك جدا يا فندم، شكرا. بتوجه لحضرتك كل الشكر، لحضرتك ألف الشكر شكر، شكرا استضفتني يا في فندم، هذه القناة، شكرا. وجزاكم الله خيرا. السلام شكرا يا عليكم فندم، ورحمة شكرا، الله ألف وبركاته. سلامة، مع السلامة، سلام. طيب أستاذ راضي لو أمكن يتصل بيه على التليجرام. الموضوع يا جماعة مش بالبساطة اللي الناس واخداها، إنها واخدة الموضوع مجرد سخرية أو إني أنا بتكلم اعتباطا، لا، القصة صعبة. مع احترامي طبعا اللي كان موجود، وأنا لا أريد أبدا أن أهينه بأي حال من الأحوال، ولكن خلينا في الناس اللي بتقرأ أوراق نصبت ظلما لابن عربي. هذه الأوراق مليئة بالطلاسم، مليئة بالطلاسم، يعني وصل الحال دي عينة. مع احترامي الشديد لي لا أريد أبدا أن أغتابه، ده درس لينا، ده درس لينا. 90% من اللي بيتصلوا بيا أو 99%، طب حد بيقول لي يا استاذ ايمن انت ضيعت البث المناشر بدون فائده، يا اخي نفسي نكون متحضرين، البث مش عاجب حضرتك مع السلامه يا فندم، سهله جدا وبسيطه. كل بث لازم يكون فيه فايده. ايه اللي وصل انسان جميل زي ده، محترم زي ده، ايه اللي وصله للي هو فيه؟ طيب استاذ راضي بيتصل بيا، رجاء كونوا معي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ راضي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد حضرتك كنت تستمع إلى هذه المداخلة. والله استمعت لجزء بسيط من أحد الأصدقاء كلمني. أولا هو يا أستاذ راضي عشان تبقى عارف القصة، اتصل بيا وقال لي حرفيا أنا مأمور أن أتحدث معك. طب يا سيدي من الذي أمرك؟ أمرني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب أنا مأمور من الشيخ الشعراوي أن أتحدث معك. طيب يا أخي الكريم أنا مش عايز أكسفه، لكن لما سألت سؤالين والله ما أخدت أي معلومات عنه وهو يشهد بهذا الأمر، سألته بس قبلتك عيلتك عشان أبقى عارف توجهاتي معاه إيه. ف ألو
تمام، سامعك سامعك اصل هو بيرن عليا طبعا بالتاكيد غضبان، يعني انا لا اقصد ان اهين، ولكن ده دين. يعني القضيه اني مع الاسف الشديد يعني اصبح هناك خلط، فانا مامور ان انا اكلمك. طب اتفضل يا سيدي طالما انت مامور. ارجأت هذه المكالمه لايام، حتى دخل عندي على البث بالامس يقول انا المهدي. ما فيش مشكله يا سيدي، انا المهدي، وهتفني بالامس. هو يعني بعت لي على زي ما بعت لك و... انت برضو. بعت. بس انا عايز اقول حاجه، ويعني حابب ان اخويا الكبير يتقبلها مني. تفضل. انا ما احناش عايزين الناس توصل للقضيه ان الامور، يعني مش فاهم اقولها ازاي. انا عايز ان اوجد نفسي الناس تكفر بقضية المهدي، عايز تقول كده. او ان احنا نكون سبب في ان احنا نسفه القضيه. ما هو اللي بيعمل كده دولة، وده ليه صفحة يا أستاذ راضي، ده مش نكرة. ما هو ليه الرجل له يا صفحة في واحد وتعليقاته قدامي امبارح عندي مستمرة. برضه، واحد كان راكب فرس كده، وانا حتى نزلت الخبر على الصفحه عندي. كل شويه واحد يطلع يقول انا المهدي انا المهدي. القصه ديت اصلا حتى هتكون سبب، لو احنا سلطنا الضوء عليها هتكون سبب ان احنا نسفه القضيه. ما هو مش كل واحد يطلع يقول انا المهدي. المهدي نفسه مش هيطلع على قنوات لا فلان ولا علان يقول انا المهدي. سيدنا الامام المهدي انت عارف مش يا استاذ محتاج. راضي، في 2 النهارده اتصلوا بيا يدعوا المهدويه، وكاني انا بقيت ده في مصب. كتير على الواتس بيبعتوا لي انا المهدي والاسم كذا، وابحث واعمل، ومن جميع بلدان العالم مش من مصر بس. لكن انا القصه عندي يا جماعه، مجرد ان انت تفتح عليا الواتس وتقول لي انا المهدي، انا اكون متاكد 1000000% ان انت مالكش علاقه بالمهدي. لان سيدنا الامام المهدي ما هوش محتاج راضي، مش محتاج فلان ولا علان ولكن هي يدوس. الميزة يا أستاذ راضي، أن الله يخفي المهدي بين من يدعي المهدوية. يعني خروجهم الفايدة الوحيدة اللي موجودة فيه، ودي حاجة قالها لي واحد شيخ، إن كلما كثر الأدعياء، ده على حد قوله يعني، كلما كثر كلما اقترب أوان الظهور وكلما كان هو في الأمان. ليه؟ لأن لو كله ما بيدعيش يا أستاذ راضي وخرجت هذه الشخصية ستحارب، فالقضية بتكون كده عشان يكون في غربلة. انا معاك ان في عدد كتير الايام دي، والعملية زادت اصلا، عملية الدعاء المهدية كتير. ده وصلوا ان في ناس بتدعي ان هي سيدنا عيسى. أيوة. فالقصة ديت نفسها أنا شخصيا واحد أكل دماغي على إن أنا شخصيا المهدي. عليك انت. ده وصلت لكده. هو الراجل طالب ايه؟ طالب منصب سياسي معايا. يعني اضحك. الله المستعان. يعني خلاص هو حطني على ان انا خلاص بقيت المهدي، وان هو الرجل يطلب منصبا سياسيا. تخيل الجنان وصل لدرجة ايه. وايه الله المشكلة؟ المستعان ان يا الاتصال مثلا كان في الفجر. طبعا انا كامل الاحترام للاخ اللي كان موجود وخرج، يعني ربما يعاني من امر ما، ربما ان هذه الامة المهزومة، الامة اللي هي بتعاني من الهزيمة وبتعاني من الهوان، هي ما دفعت بطريقة او باخرى البعض ان يظن في نفسه ان هو المهدي. ما في قضية كمان تانية يا استاذ راضي، ان انا منذ اخر حاجة شرفت الدنيا كلها عام 1973 لم يكن لنا موقفا رجوليا على مستوى، عموما على مستوى الارض. يعني من بعد هذه القصة في 73 مع السادات واجتماع العرب جميعهم بلا استثناء، ربما حينما نتحدث عن اكتوبر يأتي ذكر مصر وسوريا، لا، كل الدول العربية قد ساهمت منذ هذا التاريخ تحديدا، وبعد معاهدة السلام انفض الجميع وبدأت الأمة تشعر بالهوان. هي دي المشكلة، ما عندناش. ولذا المهدي هو رجل الساعة، هو اللي عنده قضية سيجتمع من حولها العرب. أنا بعذره أحيانا، يعني لا أريد أن أقسو عليه، ولكن اللي كان يهمني هو حاجة واحدة عايز أوصلها للناس، إن قراءة الأوراق المتلصمة يا أستاذ راضي مع الأسف هي اللي بتؤدي لهذا الأمر برضو، شعورك بالنرجسية وإن أنت مش أي حد يفهمها برضه يا أستاذ أيمن. الأوراق والحاجات، الرموز اللي هي اللي سيدي محي الدين ابن عربي، مش أي حد هيفهمها. لكن وقصة أصلا الإسقاط بتاع الاسم، إن كل واحد بيسقط الاسم على نفسه، ما هي دي المشكلة. القصة أبعد من كده بكتير يا جماعة. وعشان برضو كل الناس تعرف، والله العظيم
سيدنا الامام ما هيطلع على قناه او يطلب من احد ان هو يسنده. ده خليفه الله في الارض، خليفه اخر الزمان، مؤيد من قبل السماء يا جماعه، مستني اراضي ولا اي حد تاني ان هو يقول له ان انت المهدي او انا هساعدك او انا حاجه في جنبك. هو سيدنا الامام المهدي يعني، انا والله انا سمعت جزء من الكلام بتاع الراجل، الله يصلح حاله ويهديه، ربنا يا رب لكن يهديه يا رب، يصلح له الحال يا رب. المنطق بتاعه يعني، هو ما فيش حد جنبه خالص قال له الطريق ده مش مظبوط او القصه دي مش صحيحه، وبرضه مش يا عارف. استاذ راضي، لكن وبرضه يا استاذ راضي، اختلاط الانساب في وجود الدوله الفاطميه عملوا يعني، الواحد مش عايز يفتح كلام يزعل ناس كتير، لكن الدوله الفاطميه بما فعلته مع بعض من اهل التصوف وفتحت الانساب للجميع، يلا كلكم من آل البيت، ووجدوا مسالك معينه في اجداد معينه يدخلوا منها، هي دي اللي ضيعت الدنيا. يعني هي دي، انا لا اريد ان اطعن في نسبه، يعني لدي ما اقوله، ولكن لا اريد ان اجعل البعض يحزن. يعني نسبه 99% ممن يدعون انهم من المهدي ما لهمش علاقه خالص حتى بآل البيت. آل البيت معروفين أماكنهم فين؟ في مصر، قبائلهم معروفة، وأماكنهم في العراق معروفة، وفي إيران، وفي أماكن كثيرة يعني، ولكن ليسوا بهذا الكم الهائل. نسمع 40 و50 مليون، ما فيش الكلام ده، كل دولة فيها 50 مليون واحد يعني منسب لآل البيت، شيء طبعا مضحك يعني، شيء يعني حاجة صعبة يعني. يعني نسأل الله العفو والعافية، وأنا يعني بشكرك على مداخلتك يا أستاذ راضي، وبعتذر للجميع يا جماعة إن كنت قد أضعت الكثير من الوقت عليهم، ولكن يعني خلونا نقول إن دي ظاهرة يا أستاذ راضي بندرسها، وخلونا نقول برضو معلش يا أستاذ راضي إن هناك قنوات قد ساهمت في هذا الأمر. أنا كل يوم بشوف قنوات معينة، المهدي حزين، المهدي معمول له سحر، المهدي راح معرفش يشتري إيه من السوبر ماركت. إيه يا جماعة الكلام ده؟ ده أنا لو مسكت الحلقات اللي هي موجودة على بعض القنوات اللي هي شغالة كل يوم على المهدي كأنها نايمة مع سيدنا الإمام المهدي. طب أنا لو أنا تعبان نفسيا، ما أنا هاخد الكلام ده على إني الكلام ده عليا. صح ولا أنا بتكلم غلط يا أستاذ راضي؟ لا كلام مظبوط يعني، والله. في قنوات كثيرة بتتكلم على قصة الرؤى وعلى حال المهدي كأنهم هم، وغالبا والكلام ده أنا قلته أكتر من مرة، إن في قنوات كثيرة بتروج لأنفسها، كل واحد قاعد، بالذات الناس، أنا بقولها علنا أهوت قدام الناس، أي حد بيطلع يتكلم على أحوال المهدي تأكد مليون في المية يا اما بيروج لنفسه او بيروج لحد، والله. لان انت ايش والله دراك ان هو تعبان، ما ان هو اعرفش مش عارف، ما اعرفش ما ان اعرفش هو مخلف، ان هو متجوز، لا ده طلق، لا ده هيتجوز مش عارف مين، القصص دي بتيجي منين؟ انا بصراحة مش فاهم والله. الله المستعان، وجزاكم الله خير يا الله غالي. يخليك يا استاذ راضي، ربنا يبارك لي فيك يا فندم، اشكرك على المداخلة، اشكرك على حبيب. المداخلة يا فندم، حبيب. مع السلامة، سلام. طبعا يعني انهي هذه الحلقة باني انا بعتذر للأخ اللي هو رسلني، والله أنا لا أريد أن أطعن لا في نسبه ولا في شخصه ولا في أي شيء يعني، لكن القصة أنا ما زلت أصر إن في أوراق متلصمة بتوضع بتؤثر على الناس، ممكن تكون يعني شعور شخص إن الأمة، هذه الأمة مهانة، هذه الأمة مستضعفة، أحيانا يكون دافعا للدعائي، وهو شرف لأي حد فينا إن هو يكون طبعا على هذه الشخصية العظيمة. بعض القنوات اللي هي بتتكلم عن أحوال سيدنا الإمام المهدي كل يوم، يعني أدخل والله على قنوات كل يوم تتكلم عن أحوال يعني سيدنا الإمام المهدي، سيدنا الإمام المهدي حزين، سيدنا الإمام المهدي معرفش ماله، سيدنا الإمام المهدي محسود من الناس، سيدنا الإمام ليه كده؟ فأنا بعتذر إن كان البعض يعني قد ظن أنني قد أضعت وقتهم، لأني نفسي برضو في حاجة تانية يعني، أنا برضو دي دعوة بقولها على البث المباشر يعني، أتمنى إن الحلقة أنت حاسس إنها مش ليك اتركها، سهلة وبسيطة جدا يعني، تشعر أن هذه الحلقة، والله هذه الحلقة ليست لي، والله موضوع الحلقة مش هادف بالنسبة لي، دع الحلقة واخرج يعني، ما فيش داعي أن أنت تكتب تعليق وتقول ضيعت وقتنا، لما تشاهد يا أخي الكريم؟
أنا أدخل أحيانا على قنوات لبعض الإخوة الزملاء أحيانا، يعني ولو أني هذه الأيام بكتفي بنفسي، يعني لا أشاهد إلا من أحب. بدخل لو شعرت أني الحلقة ليست في مسارها الذي أنا أطلبه، خلاص بخرج من البث أو بخرج من الحلقة وانتهى الأمر. طيب يعني حد بيقول لي نقصد انك قد ضيعت وقت ثمين. لا 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 لا، مش قضيه وقت ثمين يا اخي الكريم، القضيه اعمق من كده. يعني مع احترامي الكامل، انا وجدت ان في عنصر مشترك مع الجميع، خدوها مني قسما بالله، انا بيتصل بيا في الاسبوع ما يقلش عن 50 واحد، اما بيقول على نفسه المهدي، او يرى في نفسه ان هو المهدي، او يرى في شخص ان هو المهدي. والقاسم المشترك كلها بتكون اوراق من سيدي محي الدين ابن عربي وضعت على لسانه، او اوراق مطلسمه. يعني هي دي المشكله، تكون هذه هي الاشكاليه. وطيب هل سيستمر هذا الوضع طويلا؟ نعم، طالما ظلت هذه الامه مهانه، وهذه الامه طالما ظلت مستضعفه، وطالما ظل من يكتب على لسان سيدنا الامام المهدي كل 5 دقائق يقول قصه، هنعيش في القصه دي على طول. كل سنه وانتم طيبين، واشكر حضراتكم، وكامل تقديري للأخي الكريم اللي كان معايا على القناة. أرجو الله يغضب مني، يعني كنت محتدا عليه ولو بعض الشيء، وأنا ما بحبش كده، ولكن يعني كان لازم أرد أو كان لازم أتكلم. وبشكر أستاذ راضي عيسى وجمهوره، وبشكر الجموع اللي دخلوا على قناتي. أشكركم أحبائي، طبتم وطابت أيامكم. انتظروا غدا، عفوا قبل ما أختم، انتظروا غدا فيديو هام جدا جدا عن المسلات وعن الطاقة مع الباحث اللبناني آدم اللبناني، عامل بحث قوي جدا على جزئين. فرجاء أن تتابعوا هذه الحلقة، ستكون في تمام الساعة 6 الجزء الأول على حلقتين، لديه كم من الأبحاث جميل جدا. فأرجو أن تتابعوا هذه الحلقات غدا في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر، ستشاهدون الحلقة الأولى. أشكركم.